كابك اللطيف، تيشرتك الجميل، ساعتك، توكلنا على الله. ازيك عامل ايه؟ جايب لك سماعتين جيمنج تاني، فيش اسبوعين وعملنا سماعات لبابجي تحت 500 جنيه، وجايب لك النهارده سماعتين تاني من شركه هافت برضو تحت 500 جنيه، علشان تلعب وتتبسط. هو الفيديو ده برعايه موقع نت سيتي جيمنج تكنولوجي اللي هتلاقي عنده السماعات دي لو حبيت تشتريها، وهتلاقي اللينكات تحت الفيديو في الوصف. فتعالوا نشوف تجربه السماعات اللي معايا النهارده هتبقى ماشيه ازاي. معايا سماعه رخيصه ومعايا سماعه غاليه، فانا هبتدي بالرخيصه الاول. السماعه دي من شركه هافت مع ضمان سنتين. موديل السماعه دي ال HVH2239D، مدخل 3.5 مللي، تشتغل على كمبيوتر، لابتوب، على البلاي ستيشن. السماعه دي سعرها 290 جنيه، وطبعا علشان تشغلها على موبايل لازم تستخدم معاها كونفرتر اللي هو بيحول من المدخلين المنفصلين بتاع السماعه والمايك لمدخل 3.5 مللي واحد. طبعا لو انت اشتريت السماعه دي لغايه قبل يوم 10 مايو هتاخد معاها الكونفرتر ده مجاني وانت بتجيب السماعه دي. حاجه كمان، لو انت حبيت تشتري اي سماعه من السماعات اللي معايا النهارده، لو مش حابب تشتري اونلاين، انت لو من سكان القاهره والجيزه ممكن تروح مباشره، كمان هناك هيدوك هديه لما تروح تشتري من هناك اوفلاين. فهسيب لك عنوان الفرع تحت الفيديو برضو في الديسكريبشن. تعالوا بقى نفتح السماعة دي ونشوف التجربة بتاعتها عاملة ازاي. حلو الشكل ده، سلك طويل قوي، حلو الشكل، درايفرات الحسة، واخد حرف الدي، شكله لطيف والله. سماعة حجمها مش ضخمة قوي، تنفع للناس اللي راسهم صغيرة زي حالاتي كده. على الأبيض حوار، الكابل الأبيض حوار برضو بصراحة. طبعا لو حبيت تشتري الكاب ده ولو متوفر بأربع ألوان، تنزل تحت فيديو في الوصف هتلاقي لينك انستجرام. طبعا تتابعني الأول، تعملي فولو، تبعتلي مسج باللون أنت عاوزه والمحافظة بتاعتك. الدرايفر بتاعها 40 مللي، حجم درايفر مش صغير، حجم كبير. السماعة كده يعني ودني جوه الكاب نفسه، تمام، الإير كاب ودني جواها، مريحة. انت عندك هنا ثلاث مداخل، هنا مدخل الميكروفون، مدخل للسماعة، مدخل للليد افكت عشان فيها ليد افكت احمر كده لطيف، هورولك في البيرول دلوقتي، لطيف برضو وانت قاعد كده في الضلمة هيبقى شكله حلو، مش اعلى حاجة ومش اقل حاجة بس شكله حلو. طيب دلوقتي احنا عايزين نشغلها مثلا او نوصلها على الموبايل، طبعا لازم يبقى معاك كونفرتر علشان يحول من مدخل السماعة ومدخل المايك لمدخل واحد بس علشان تعرف توصلها على الموبايل. لو طلبت السماعة دي قبل 10 مايو هيجي لك معاها كونفرتر تقدر تستخدمه على الموبايل. فاحنا تعالى كده نسمع بقى صوتها ونشوف بتقول ايه. ستف لي فلوسي يا عم، ستف ستف وسمعني. الصوت حلو حلو، صوته عالي، في بيز وفي تريبل، بس هو مش اعلى حاجه، يعني في اعلى من كده بس هو عالي، يعني هو يصنف عالي مش واطي، بس في اعلى من كده. خاصة مثلا السماعه اللي كانت في الفيديو اللي فات مثلا اللي احنا لسه عاملينه اللي هي اليو اس بي كانت اعلى من دي. انا مبسوط، صوتها حلو، حاسس بالبيز، حاسس كده بالكابس كده مريحه على ودني، مريحه، مش حاسس ان انا حران، مش حاسس ان انا متضايق، مش حاسس ان انا شايل هم فوق راسي، بصراحه خفيفه. البيلد كواليتي والشكل بتاعها عاجبني، مرنه كده، وكمان هنا في كده جزء كده بيمسك على راسك، ومناسبه زي ما قلت لك لو انت راسك مش ضخم قوي، تمام، بس هي كده كده بتوسع. بس انا اقصد لو على الشكل ما يبقاش انت راسك قد كده زيي ولابس واحده قد كده. لما جربتها وانا بلعب ببجي صوتها برده كويس، قادر احدد مين جاي مع اليمين وقادر احدد مين جاي مع الشمال، بس صوت الخطوات ما كانش اعلى حاجه، يعني انا كنت محتاج سماعه اعلى من دي علشان احس بصوت الخطوات. هي صوت الخطوات واضحه بس كنت محتاجها تبقى اعلى من كده. ده طبعا بالكلام على الموبايل او حتى على الكمبيوتر. تقريبا هي نفس الاداء بتاع كذا سماعه اللي انا جربتها في رينج السعر ده اللي هو تحت 300 جنيه. كل السماعات بتبقى صوتها عالي بس هو مش اعلى حاجه، عشان تاخد سماعه بصوت اعلى لازم تطلع شويه في السعر، او تروح مثلا لسماعه مدخل يو اس بي مثلا زي السماعه اللي معايا اللي جايه دي، هنشوف صوتها عامل ازاي. تعالوا دلوقتي بقى اسمعك صوت المايك بتاع السماعه. حاليا ده اختبار المايك للسماعه الاولى اللي هي مدخل 3.5 مللي، عايزك تركز كويس قوي في الصوت واكتب لي تحت الفيديو في الكومنتات هتديه كام من 10. طبعا بعد ما سمعت التجربه انا بالنسبه لي انا اديله من 8 ل 8.5 كمان. الصوت حلو جدا ونقي، تحسه مكتوم شويه بس صوت نقي، ما فيهوش وش او صوت نويز، بصراحه كان صوته حلو جدا بالنسبه لي. فانت ما تنساش تكتب لي التقييم بتاعك تحت الفيديو. اول سماعه دي هتدي لها تقييم قد ايه، كام من 10. تعال بقى ندخل دلوقتي على السماعه الثانيه. السماعه اللي بعدها برده من شركه هافت، بس دي المفروض اللي هي 7.1 تدعم صوت المحيط. هنشوف دي موديل H2100U، هنا حجم درايفرات اكبر 50 مللي، الثانيه كانت 40 مللي، المفروض دي هتبقى اضخم وصوتها اعلى بمدخل يو اس بي مش مدخل 3.5 زي اللي قبلها، فالمفروض يبقى صوتها برده اعلى. تعال بقى كده نشوف السماعه دي بتقول ايه عشان شكلها ضخم قوي. اوكي هي ضخمه فعلا، باينه من السلك بتاعها شيلد. تمام، يعني ضخمه قوي كمان، مش ضخمه بس، بلاستيك بيلمع، توسعها كده تبقى اكله راسي كلها تقريبا.
بس مريحه قوي. ده المايك المفروض اللي هو نويز كانسلنج المايك ده المفروض، فبرضه هنجربه ونشوف. مريحه جدا، بس عايز حد بقى راسه فعلا كبيره عشان يعني يبقى نسبه وتناسب. برضه ودني جوه الاير كاب نفسه. طبعا دي مدخل يو اس بي، فتوصلها على طول على الكمبيوتر وتستمتع بقى. برضه تقدر توصلها على الموبايل بواسطه او تي جي، يعني هتجيب بواسطه او تي جي تركبها في موبايلك زي السماعه اليو اس بي اللي كانت في الفيديو اللي فات، تلعب وهتلاقي الصوت عالي وكل حاجه تمام. بما اني انا مش معايا واسطه الاو تي جي، فانا هروح اجربها على الكمبيوتر وارجع لكم. بعد ما جربت السماعه على الكمبيوتر قعدت العب، بصراحه فرق عن الصوت اللي قبلها، لا في فرق عالي. السماعه دي اغلى، السماعه دي سعرها المفروض 520 جنيه، ولو استخدمت كود خصم الاتش بي جيم 50 اكس هتاخد خصم 50 جنيه، يعني سعرها يبقى 470 جنيه. برضو في ملحوظة ان الكود شغال برضو لغايه يوم 10/5، عشان بعد كده الكود مش هيبقى متاح. اي سماعه بيوز بي زي ما قلت لك قبل كده او في الفيديو اللي فات بتاخد باور من الكمبيوتر، فبيبقى دايما صوتها اعلى، بيبقى صوتها اقوى. هنا بصراحه الصوت اعلى واقوى، وقادر اميز قوي موضوع بقى اللي هو جاي من اليمين، جاي من اليمين قدام، جاي من اليمين ورا. حتى كمان مع اختبار 7.1 على الكمبيوتر بتحس بجميع الاصوات من حواليك دايرن دايرن كده، اللي هو قدام يمين على الشمال. لو عملت التست بتاعها بتوضح لك الصوت قوي، وبالاضافه ان صوتها كمان عالي. طبعا خطوات في ببجي اعلى، صوتها اوضح من السماعه اللي قبلها بصراحه. خطوه وحد جنبك بتعرف هو فين بالظبط عشان صوت الخطوه عالي، وكمان هي محدده قوي الاتجاه بصراحه. ممكن بس ملاحظتي عليها اللي هي البيلد كواليتي بتاعتها، يعني عارف مش اقوى حاجه كده، مش ماسكه نفسها. يمكن اللي قبلها كانت ماسكه نفسها شويه. بلاستيك ده مش اقوى حاجه، يعني انت لو عوجت منك او حاجه يعني ممكن معرضه اللي هي ايه، ممكن تتكسر. شكلها لطيف، فيها ليد باك لايت لطيف، يعني لو وصلنا البي يو اس بي كده ممكن يبان، احاول ابينه لك في البيرول. باك لايت خفيف ليد مش ار جي بي، لطيف برده مش وحش مش بطال. السماعه دي برده معاها ضمان لمده سنتين زي السماعه اللي قبلها. تعال نسمع بقى تجربه المايك ونشوفه حلو زي صوت السماعه ولا لا. ده حاليا اختبار صوت للمايك السماعه الثانيه اللي هي مدخل يو اس بي. عايزك تسمع صوت كويس، وعايزك تقيمه لي هتديه كام من 10، واكتب لي تحت الفيديو في الكومنتات. بعد ما سمعت صوت المايك بصراحه صوته اعلى واوضح من السماعه اللي قبلها، انا ممكن اديله 9 من 10. صوته حلو واضح نقي، مفيش اي تعديلات. طبعا انا عملتها على المايك خالص ده عشان تسمع وتقيم بالظبط زي ما هو طالع. طبعا هستنى تقييمك بقى تحت الفيديو في الكومنتات، قول لي هتدي بقى المايك السماعه الثانيه كام من 10. انزل دلوقتي اعمل لي كومنت. فانا بصراحه انا عجباني دي اكتر عشان صوتها اعلى واوضح، بس هي اضخم، استمتع وانا بلعب بيها. وزي ما قلت لك تقدر تلعب بيها على الموبايل، بس لازم واسطه او تي جي وتشوف موبايلك اللي هو بيدعم او تي جي ولا لا. دي كانت السماعات اللي معايا في الفيديو النهارده، فلو حبيت تشتري اي سماعه منهم هتلاقي اللينكات تحت الفيديو في الوصف. طبعا ما تنساش اللايك لو انت حابب سلسله الجيمنج، وانا مظبطكم كده سماعات سماعات سماعات. بتقولوا لي عايز سماعات جيمنج، بجيب لكم سماعات جيمنج على طول. بس لو انت مش مشترك في القناه لازم تشترك، واشوفك على خير الفيديو الجاي. سلام.